طيب ناخد خبير لوائح الاستاذ محمد بيومي على مشكله المريخ. محمد بيه، مساء الخير. مساء النور يا سيدي، ازي الصحه؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تحياتي لحضرتك يا الساده المشاهدين. يا رب دايما. هل يا فندم ازمه الثلاث لعيبه بتوع المريخ السوداني، هل حضرتك عندك خلفيه عن الموضوع؟ وهل القيد المحلي ليه علاقه بالقيد الافريقي؟ اه طبعا عندي خبر عن الموضوع، عندي خبر عن اللوائح الافريقيه في هذه القضيه. اتفضل. ولكن انا للاسف ما سمعتش من مدرب المريخ غير انه بيقول انه ما عندوش اي معلومه. هو ما عندوش معلومه يا فندم. يعني ما قالش حاجه. ما قالش يا فندم. طيب بص، طبقا للماده 68 فقره 3 من لائحه الاتحاد الافريقي بتقول ايه؟ يجب ان يكون اللاعب مسجلا اصولا لدى الاتحاد الاهلي لصالح النادي المشارك في البطوله الافريقيه. طيب نفسر الكلام ده باختصار شديد وبوضوح تام، ان اللاعب عشان يشارك مع ناديه افريقيا يجب ان يكون مسجلا محليا. تمام. لصالح النادي في الاتحاد. تمام. طيب ايه القضيه اللي حصلت بتاع اللاعبين دولت؟ دي قضيه فقد أهلية، عقوبة إيقاف. لأنه فقد أهلية، يعني إيه فقد أهلية؟ فقد أهليته للمشاركة مع نادي في المسابقة المحلية، وبالتالي لا يجوز أن يشارك إفريقيا، لأن عشان يشارك إفريقيا يجب أن يكون مسجلا أصولا. كلمة أصولا دي مهمة أوي، كلمة أصولا يعني بتعني تسجيل طبقا للاجراءات وشروط وقواعد التسجيل. تمام. في هذه الحاله يا فندم، لو احنا الاتحاد الافريقي بتقول ايه وهم واللعيبه شاركوا؟ يخسر المريخ المباراه 3-0 ما لم تكن نتيجه المباراه اكثر من ذلك. بس خساره يا فندم ولا يتم الاستبعاد؟ لا، الاستبعاد لمين؟ من البطوله. استبعاد المريخ. لا. من المجموعه يعني. لا، لان في طرف هنا مخطئ خطا كبير. وهو الاتحاد السوداني. لان المفروض الاتحاد السوداني كان منع مشاركه هؤلاء اللاعبين، لان القائمه الافريقيه اما بيبعتها النادي الاتحاد الافريقي بيبعتها عن طريق الاتحاد الاهلي. تمام. كويس. فالمفروض الاتحاد السوداني هنا كان يمنع قائد اللاعبين دول افريقيا، لانه عنده عقوبه ايقاف. خلي بالك في نوعين من الايقاف، في ايقاف نتيجه حصول اللاعب على كارت احمر مباشر او حاجه زي كده، هذا الايقاف لا يمنعه من المشاركه في البطوله الافريقيه. تمام، مفهوم. اما الايقاف لفقدان الاهليه اللي هو شروط القيد والتسجيل، يعني اترفع من سجل نادي المريخ من قائمته المشاركه مفهوم. في البطوله الافريقيه. مفهوم يا فندم، مفهوم. نورت المحكمه يا فندم. اهلا بك، بتشرف بوجود حضرتك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. الخبير اللوائح الاستاذ محمد بيومي، بشكره شكرا جزيلا. واضح كده ان الامور يعني هتبقى مختلفه، ولكن هنشوف، ننتظر ان شاء الله باذن الله لنرى. نروح بقى